بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم إن شاء الله عن برنامج الون درايف. ملاحظ البرنامج من خلال الاسم، هو عبارة عن مكان موحد لتخزين جميع الملفات في نفس المكان، بدل ما تكون الملفات عندنا موجودة على فلاشات، موجودة على البوكت هارد ديسك، الهارد ديسك الخارجي، موجودة على كمبيوتر ديسكتوب، وموجودة على اللابتوب، وموجودة في العمل، وموجودة في البيت. ممكن جميع هذه الملفات نخزنها في مكان واحد في الون درايف. طبعا علاوة على المكان الموحد لتخزين هذه الملفات، في عندنا يعني ميزات أخرى ومهمة جدا. في عندنا الون درايف دائما بيعمل لنا نسخ احتياطية، بحيث لو قمنا بأي خطأ، حذفنا ملفات، عدنا تعديلات خاطئة على الملفات، ممكن نرجع لنسخ احتياطية سابقة، بكون الون درايف يعني مجهز لنا إياها على عدة تواريخ. طبعا بالإضافة للحماية من الفيروسات، هذه يعني نقطة مهمة جدا برضو، الفلاشات دائما كلها فيروسات، فيعني الون درايف بالغالب أو نقول 100% بكون محمي من الفيروسات، لأنه في جهات كبيرة بتشرف عليه، المايكروسوفت نفسها. حاجة ثانية، ممكن نصل لهذه الملفات من أي مكان، من أي جهاز. الملفات اللي بنصل إلها منعدل عليها، راح تتعدل بشكل تلقائي على جميع الأجهزة المرتبطة في الإنترنت. الجهاز اللي مش مرتبط في الإنترنت، لما يرتبط على طول بيقوم تحديث الملفات. حاجة أخرى، ممكن نشارك الملفات مع الآخرين بسهولة، ممكن نشارك الصور، ممكن نشارك مع الأفراد العائلة، ممكن نشارك مع الزملاء في العمل، ممكن مثلا مجموعة من الأشخاص يعدلوا على ملف واحد، يعدلوا عليه في نفس الوقت، يتشاركوا في التعديل عليه، مشروع كذا. فهي نقطة مهمة جدا. الون درايف بيعطينا سعة تخزينية مجانية تقريبا 1 تيرا، وهذه السعة ممتازة. ممكن ندفع مبلغ معين إذا منلاحظ، ونزيد هذه السعة التخزينية. طبعا الون تيرا في الغالب يعني سعة تخزينية كافية، بيعتمد على مكان وجودك أنت، هل هو هذا الحساب تابع للعمل ولا حساب شخصي ولا كذا. زين، وفي ميزات أخرى طبعا، هاي إنه موجود على الأجهزة الرقمية، سوري التلفونات. أوكي، الحماية وتحديث البيانات اللي قلنا، فهي تغييرات تجري على ملفاتك أو مجلداتك يتم تعميمها على جميع الأجهزة، هذه نقطة برضو مهمة. مشاركة الذكريات وهالأمور هذه. ننتقل لنقطة أخرى بعد ما شرحنا هذه الميزات. طبعا الون درايف بيجي مع الويندوز 10 والويندوز 11، أو ممكن يجي مع الأوفيس 365. حاجة أخرى مهمة، ضروري الون درايف يكون موجود في قائمة الستارت اب. لو رحنا على التاسك مانجر، ضغطنا الزر الأيمن على المكان الفارغ في الشريط السفلي، رحنا على الستارت اب، مفروض الون درايف يكون معمول له انيبل. إذا معمول له ديسيبل، إذا كان ديسيبل بهذه الطريقة لازم نعمله انيبل على أساس يشتغل بشكل تلقائي مع تشغيل الجهاز مع قائمة الستارت اب. هاي برضو نقطة مهمة. حاجة أخرى، كيف ممكن نصل للون درايف؟ ممكن نصل إله من خلال تطبيق الأوفيس تاع 365 الموجود دائما في قائمة ستارت. لو رحنا قائمة ستارت، دائما بيكون عندي هذا الأيكون لما نشغله. طبعا أنا خرجت منه على أساس يطلب اليوزر نيم والباسورد، بقول له ساين إن. إذا كنت أنا داخل عليه قبل ذلك، بيعطيني إيش اليوزرات اللي كنا داخلين فيها، ممكن أو ممكن أدخل بيوزر آخر، أقول له continue مثلا، وأدخل اليوزر مع الإيميل كامل بهذا الشكل على سبيل المثال، أقول له next. الآن بيطلب مني الباسورد، أدخل الباسورد. بعد ما أدخل الباسورد بضغط على ساين ان، بدخل على التطبيق. وهذا بالحالة هي ممكن احنا سجلنا
دخول بالنسبة لبرامج الأوفيس كلها. أحياناً بأخذ وقت حسب سرعة النت. بعد ما يكمل مفروض يظهر لي بهذا الشكل. إذا اليوزر نيم والباسورد أوكي، ممكن نروح على الابليكيشن، نختار الابليكيشن اللي بخصنا الآن أو اللي بهمنا، الوان درايف. هذه الملفات الموجودة، ممكن نروح على الهوم، ممكن نروح على الماي فايلز تاعتي اللي محملة على الوان درايف. أوكي، نروح على الشيرد على سبيل المثال، وأكثر على ريسايكل بن، سلة المحذوفات. إذا في شيء بسلة المحذوفات حذفناه بالخطأ ممكن بدي أرجعه، فممكن أرجعه بسهولة. أضغط تك على هالملف وأعمل له استرداد من سلة المحذوفات ريستور لو ضغطنا عليه الزر الأيمن. أمور كلها سهلة. إذا بنلاحظ ممكن برضو نصل للون درايف من خلال المايكروسوفت إج على سبيل المثال، هذا التطبيق. طبعا في الإج أو في الكروم لو كنا كاتبين أوفيس 365 لوجن، رحنا على هذا الرابط بدخل لنا أو بدخل فينا على شاشة اللي هي منصة الأوفيس Welcome to Microsoft 365 اللي هي الأونلاين، والأبليكيشنز موجودة زي ما قلنا في هذا المكان. ممكن نختار أي أبليكيشن ونشتغل عليه أونلاين حتى لو ما عندي نسخة أوفيس أوفلاين. طبعا أنا عندي نسخة أوفيس أوفلاين، إذا بنلاحظ مازال موجود في الستارت أب تاع الويندوز، معناته عندي أوفيس، عندي وورد، عندي إكسل، ونسخة الأوفيس موجودة كاملة حسب الترتيب اللي جاي موزع، الباوربوينت الكذا. أوكي، هاي الباوربوينت، هاي الببليشر، هذه الإكسل. فممكن ندخل على نفس شاشة الون درايف، طبعا ممكن نضغط على هذا المجموعة، وعندي تطبيق الون درايف بهذا الشكل، نفس الشيء ماي فايل والشيرد والفيفورت والريسايكل بن اللي كنا فيها من شوية، وبعطينا كم الحجم المستخدم. عندي مثلا 143 جيجا مثلا مستخدمة من 1 تيرا، نسبة الاستخدام 14%. اوكي، لو كبرنا هذه الشاشة شوي اذا مش واضحة هذه الطريقة. فهذه النقطة المهمة، شلون نصل للأوفيس 365 ونصل للون درايف او نصل لمنصة الأوفيس كلها اللي بتشمل الون درايف، بتشمل الباوربوينت والإكسل وهكذا، اما عن طريق الإج او عن طريق الكروم او عن طريق هذا البرنامج زي ما قلنا اللي هو المايكروسوفت أوفيس 365 اللي هو موجود في قائمة الستارت. مرد نأكد مرة ثانية، حاجة بتهمنا بشكل كبير الآن برضو اللي هي قضية رفع الملفات على الون درايف. في أكثر من طريقة، في طريقة يدوية ممكن نقول عنها انه احنا بنكون في الون درايف مشغلينه من اي مكان زي ما قلنا من الإج او من هذه المنصة. اوكي، وفي عندي اذا بنلاحظ اد نيو، طبعا الفولدر هنا انه نعمل فولدر جديد في هذا المكان، فولدر فارغ. فايلز ابلود انه نرفع ملفات من الكمبيوتر على الون درايف، من هذا الكمبيوتر على الون درايف، نختار ملفات معينة ونرفعها. اوكي، فولدر ابلود انه نرفع فولدرات معينة. لو بدي ارفع مثلا فايل على سبيل المثال، نجرب بدي ارفع الفايل انا عن سطح المكتب مثلا، في عندي فايل اسمه تيست، اقول له اوبن فقط، بروح على الماي فايلز، مفروض احصل هذا الملف اللي عملنا له تحميل. اوكي، صار موجود. مرة ثانية لو بدي اضيف فولدر او احمل فولدر، نقول له فولدر ابلود، نلاحظ الفولدر بيختلف عن الفايل. مثلا بدي اعمل على سبيل المثال عند الديسكتوب سكول مثلا، اقول له ابلود، نقول له ابلود، نلاحظ وصل، نلاحظ عليه ثلاث نقاط انه جديد بعده، يعني توه واصل. اذا بنلاحظ هذه الإشارة. أوكي، يعني هذا معناه أنه نيو، هذا مو نيو، هذا معناه نيو، هذه الإشارة برضو هاي شيء جيد ننتبه له.
طبعا الفولدر بتحمل السرعة تاعته حسب الكونتنتس تاعته، ممكن يكون حجمه كبير جدا فباخذ وقت حتى يتحمل، بعتمد على سرعة النت. إذا بدي أنشئ أنا مجلد جديد في هذا المكان، أنشئ إنشاء مش تحميل، بقول له فولدر، بقول له مثلا 1 2 3 على سبيل المثال اسم الفولدر، بقول له كرييت، راح ينشئ لي مجلد 1 2 3. ونفس الشيء إذا ملاحظ عليه إنه جديد زي ما قلنا، هذه الإشارة 3 شحطات. هذا بالنسبة لتحميل الملفات والمجلدات أو إنشائها بشكل يدوي. عندي طريقة أخرى لتحميل الملفات بشكل تلقائي. أنا عندي في هذا المكان عندي أكثر من ون درايف، برضو هاي نقطة مهمة، ممكن يكون عندك في الجهاز أكثر من ون درايف، ون درايف لإيميل تاعت الشغل مثلا، ون درايف للحاجات الشخصية، أوكي للإيميل الشخصي. فإذا ملاحظ عندي ون درايف لمنستري اوف ادوكيشن، ون درايف لموي.gov.ph. لو فتحنا هذا على سبيل المثال أو اخترنا الثاني، أوكي، وصغرنا الشاشة، رحنا على سيتنج، هاي الحاجة اللي ما نتعلمها الجديدة والمهمة، أوكي، سينكرونايز اند باك اب، نعمل مانج للباك اب، هذه هني الحاجة المهمة للديسكتوب والدوكيومنتس والبكتشر، هاي الحاجات الثلاثة أو الثلاث مجلدات المهمين اللي ممكن نخليهم يتزامنوا بشكل اوتوماتيكي. اي حاجه من الشيء على الديسكتوب تنحط على الديسكتوب، ترفع الون درايف بشكل تلقائي، اللي موجود في الدوكيومنتس برفع بشكل تلقائي، والموجود في البيكتشرز برفع بشكل تلقائي حسب الحاجه اللي بنختارها. طبعا احنا الان الثلاث خيارات غير مفعلين اذا بنلاحظ، وهذا الون درايف ملاحظ بس مستخدم منه يعني 1.1 جيجا بايت من 100 جيجا بايت، يعني أقل من 1%، 1 بالألف في المعنى. لو بدي أفعل فقط البكتشرز مثلا، ما بدي أفعل الدوكيومنتس ولا الديسكتوب، فبطق عليه بالطريقة هذه، بفعلها أشغلها، بقول له سيف تشينج. الآن رايح يبدأ بعملية رفع البكتشرز على الوان درايف. ممكن تقول له شوف، لا نشوف الفيو بروجريس، العملية اللي قاعدة بتصير. لاحظ خلص بشكل سريع بدون ما فيه شيء بسيط، your files are synchronized، يعني كل حاجة الآن موجودة في البكتشرز رفعت على هذا المجلد، أوكي، أو على هذا المكان، على هذا الدرايف، على الوان درايف. مرة ثانية هذه نقطة مهمة جدا، الديسكتوب، الدوكيومنتس، البكتشر، أي شيء نختارهم نختاره، أي مجلد من هذه المجلدات بنرفع بشكل تلقائي على الوان درايف. طبعا بيعتمد على الجهاز، إذا اخترت لهذا الجهاز مثلا لللابتوب أو للديسكتوب أو للكذا تاعك أو للكمبيوتر يعني الشخصي المكتبي. الأكاونت اللي أنت فيه، بقول لك ما هو الأكاونت، كم نسبة الاستخدام من هذا الأكاونت، النوتيفيكيشن اللي شغل لك إياها، يعني الأباوت مش عارف إيش، يعني أمور سهلة. Start when drive when I sign in to Windows، برضو هاي مهمة اللي قلنا عنها في البداية. نقطة أخرى بتهمنا لو رحنا على الأكاونت، طبعا ممكن نضيف أكاونت. نقطة مهمة أخرى جدا، كل ون درايف بكون عندنا على الكمبيوتر تاعنا فولدر موجود في البروفايل تاعنا، أوكي. طبعا هذا مكان هذا الفولدر ممكن نشوفه من خلال الاكاونت، هذا مكان الفولدر اذا بنلاحظ ون درايف منستري اوف ادوكيشن على سبيل المثال. المهم لو الان بدي اروح على موقع هذه المجلدات، مروا على الشخص اللي داخل على الجهاز اللي هو هنا مثلا اسمه علي، حسب اسم اليوزر علي محمد كذا، هذا اليوزر اسمه علي،
بقول بروفايل بنلاحظ اسمه علي. اوكي، وزي ما قلنا هذا المجلد اسمه ون درايف مينستري اوف ادكيشن، وهذه الحاجات اللي شفناها، هذه البيكتشرز بنلاحظ قبل شوي حملناهم. اوكي، كمان شوي راح نعرف شو معنى هذه الايكونز. لو بدي اعدل اي تعديل نشوف على سبيل المثال، نروح على سيتنج مره ثانيه، تشوز فولدر. لو شلنا الفايلات لوحدها، فايلز نوت ان فولدر مثلا، قلنا له اوكي. الان رحنا على الون درايف تاعنا، الملفات كلها اختفت، فقط ظلت المجلدات. لو بدي اشيل هذا المجلد على سبيل المثال، برجع مره ثانيه نفس الشيء على سيتنج، عمليه سهله. انا في الاكونت، تشوز فولدر، هذا الابلكيشن، قول له اوكي، نضغط على الون درايف، اختفت. اوكي، عندي الان على سبيل المثال برضو ون درايف ثاني زي ما قلنا. اوكي، ونفس العمليه السيتنج تاعه، وهاي الملفات اللي صارها سينكرونايزد في اللحظات الاخيره. لو رجعنا على الشخص، رحنا على الون درايف الثاني اللي هو moe.gov.bh. فنقطة مهمة جدا، لو بدي اشوف حجم المجلد هذا كم ماخذ على الكمبيوتر عندي. اوكي، ممكن نطلع لبرا على سبيل المثال، نضغط الزر الايمن، نقول بروبرتيز. اوكي، نلاحظ في السايز، الحجم الموجود على الاونلاين على الكلاود 141 جيجا مثلا، ولكن الحجم اللي ماخذه على الكمبيوتر تاعي مثلا فقط 64 كيلو بايت فقط، لأن الملفات والمجلدات إذا بنلاحظ كلها موجودة في الأونلاين في الكلاود. طبعا أي ملف بفتحه، إذا فتحت هذا الملف على سبيل المثال دبل كليك عليه، راح ينزل عندي على الكمبيوتر. بنلاحظ نزل عندي على الكمبيوتر وصار عليه تيك وانفتح، فصار موجود في الأونلاين وموجود برضو في الأوفلاين. أوكي، مجرد ما أفتح الملف. لو بدي مثلا ملفات كنت فاتحها أنا ونزلت على الكمبيوتر هذا اللي عندي وما بديها، ومجلدات كبيرة مثلا على سبيل المثال، ممكن أضغط عليه مرة ثانية وأقول له ارجع أنت على الأونلاين فقط، ما بديك تكون موجود هنا. أوكي، بنلاحظ الحين أو الآن بيعمل سينكرونايز مرة ثانية، برجع لنا إياه على الكلاود. ممكن يطول أحيانا، فهذه نقطة مهمة. أي مجلد ماخذ عندي حيز على الكمبيوتر ممكن أرجعه على الكلاود، ممكن ما أخليه يظهر المجلد كله كامل في الكمبيوتر هذا ويكون ظاهر على كمبيوتر ثاني، بس هو فعليا موجود في الكلاود. هذه نقطة مهمة جدا. طبعا حتى أخفي المجلد، أي مجلد من هذا المكان، زي ما شفنا من خلال السيتنج، قلنا نروح على السيتنج وممكن أخفي أي مجلد، تشوز فولدر ونشيل التك عن أي مجلد من هذه المجلدات، راح يختفي من هذا المكان أو من هذا الكمبيوتر، ولكن بظل موجود على الكلاود. لو بدي اخفي الفايلات، قلنا بدي اخفي هذا المجلد، بدي اخفي هذا المجلد الثاني، قلت له اوكي. الان بنلاحظ اختفوا المجلدين. اشكال الملفات والمجلدات، الرموز هذه تاعت الون درايف شو تعني؟ هذا موجود اونلاين فقط، هذا موجود اونلاين. عندنا مجلد ثاني، هذا موجود اونلاين ومعموله شيرينج مع اشخاص معينين. اوكي، بالنسبه للملفات، هذا موجود اونلاين وموجود اوفلاين، موجود على الجهاز يعني. اوكي، متوفر على الجهتين، حتى لو ما في نت هذا الملف ممكن نتعامل معه. اوكي، هذا الملف تقريبا نفس هذا الملف، ولكن يعني في فرق بيناتهم دقيق، انه في خاصيه في الويندوز 10 والويندوز 11 اسمها ستورج سنس. لو كان عندي الهارد ديسك صار فل
وبدي اعمل اخلي الجهاز يعمل تنظيف للون درايف بحيث يرجع الحاجات الغير مستخدمه لمده شهر او شهرين او كذا. هذا ممكن ارجعه، اي شيء نازل على الجهاز عليه تك ممكن ارجعه، اما الحاجه اللي عليها تك ولونها سوليد اخضر زي هيك هذه ما برجعها على الاونلاين. اوكي، طبعا في عندي خيارات الان لو ضغطت هذا الملف بدي اقول له رجع لي اياه، ما بدي اياه الملف هذا يكون على الجهاز، خلي لي اياه اونلاين فقط. قلت له فري اب سبيس، خلص برجع لي اياه الان على الون درايف على اللي هو موجود في الكلاود. اوكي، هذا برضو اذا اخترته بشكل يدوي ممكن، بس من خلال ميزة الستورج لو رحنا عليها الستورج سيتنج على سبيل المثال. اوكي، وهذه الميزة الستورج سنس كان اوتوماتيكلي فري اب سبيس باي جيتنج رايد اون اوف فايلز يو دونت نيد like temporary files and contents in your recycle bin. حتى recycle bin مثلا اللي محذوفة لفترة طويلة صار لها ممكن يتخلص لنا منها، أما هذا الملف السوليد بيخليه موجود على الجهاز وما برجع لنا إياه على الون درايف. هذه نقطة برضو يعني الفرق بيناتهم دقيق بنلاحظ، فوجب الإشارة. اعذرونا الفيديو صار طويل شوية ولكن لابد من شرح هذه النقاط. نقطة أخيرة، مشاركة الملفات أو المجلدات العملية سهلة، ممكن من خلال الفولدر الموجود داخل هذا البروفايل، البروفايل تاع علي على سبيل المثال، نضغط الزر الأيمن ونقول له شير. أوكي، بعد ما نخلي إيميل الشخص اللي بدنا نشارك معاه المجلد المطلوب. أوكي، زي ما قلنا نخلي إيديت أو فيو أو كانت داونلود حسب ما بدنا. طبعا اذا بدنا نخليه يعدل المفروض نخليه كان edit وفقط، بعدين نضغط على زر السند على سبيل المثال بهذا الشكل. لو شغلت الايميل تاعي مثلا راح يظهر عندي انه في شخص معين شارك معي هذا الملف مثلا اللي هو الانتيون مثلا. اوكي، وعمل لي invitation ان اتعامل مع هذا الملف او اعدل فيه او كذا حسب القيود اللي حطها على الملف أو المجلد. طبعا ممكن نفس الشيء مشاركة الملفات أو المجلدات من خلال الإج نفسه، يعني هذا عندي هون المشاركة أو بضغط على النقاط، بقدر طبعا أحذف، بقدر أعمل كوبي لللينك وأبعثه، ممكن أعمل له شير نفس العملية، ممكن أنقل هذا المجلد لمجلد ثاني، ممكن أنسخه، ممكن أغير اسمه. أوكي، ممكن أغير اللون تاعه، أمور كثيرة نلاحظ موجودة في هذا المكان. فقط نضغط الزر الأيمن، دائما الزر الأيمن في الكمبيوتر مفيد. أوكي، بيظهر لي كل الخيارات الممكنة في المكان اللي بضغط عليه الزر الأيمن. اوكي، ونفس الشيء بالنسبه لمنصه الاوفيس سايد 365 نقول عنها نفس الشيء، ممكن اعمل شير، ممكن اعمل جميع نفس هذه الخيارات. تقريبا برضو عندي حاجه مفيده، لو ضغطنا الزر الايمن على الون درايف الموجود في الاسفل ورحنا على السيتنج كالعاده من هذا المكان ورحنا على الادفانس، في خيارين عندنا في الأسفل بيشتغلوا عكس بعضهم، ممكن نستفيد منهم أحيانا. إذا عندي الهارد ديسك فول مثلا ممكن أعمل فري أب ديسك سبيس، يعني أي شيء على موجود على الجهاز عندي يرجع على الون درايف على الكلاود بس يصير متوفر أونلاين، خاصة إذا فولدرات كبيرة بضربة زر من هذا المكان. برضو عملية عكسية، ممكن أنزل كل شيء موجود في الون درايف لسبب معين مثلا بدي أخليهم على هارد ديسك خارجي، ممكن أنزل جميع المجلدات والملفات الموجودة على الون درايف وأخلي عندي نسخة احتياطية على هارد ديسك خارجي داونلود أول فايلز. هذه نقطة برضو أحيانا بعض الناس بيسألوا عنها ومفيدة، والزرين بيشتغلوا عكس بعضهم. برضو في نقطة أخيرة تحملونا شوية،
الايكونز ممكن يتغير شكلها بالنسبه للون درايف نفسه. على سبيل المثال في رساله معينه واصله ممكن يظهر عليه بهذا الشكل اشاره تعجب، ممكن يكون مفصول الون درايف على الانترنت بصير بهذا الشكل. وهذه الاشكال في الغالب تتغير يعني من اصدار الى اصدار اخر. ممكن يكون عليه معمول عليه بوز مثلا، ممكن يكون في عمليه تحميل اوكي وهكذا. فهي نقطه حبينا ننوه لها. لما يكون الون درايف اونلاين طبعا بمجرد ما تاشر على الايكون بيظهر لك انه ون درايف اونلاين او انه اوفلاين او كذا او كذا. تقريبا هذه معظم الحاجات المهمه اللي حبينا نستعرض لكم اياها، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. واي تعليق بنرحب فيه، سامحونا على الاطاله. نلقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.